جزاء المصر. هذه الكرة من الزاوية هذه، من الزاوية هذه. الأهلي عاقل داخل أنا في رأيي. بينالتي المنتخب المصري. ضربة جزاء المصر. ضربة جزاء للمنتخب المصري في الدقيقة 70. 72 دقيقة. تقريب في نفس التوقيت. شوف الأقدار لما تشاء. تقريب في نفس التوقيت مجدي عبد الغني في مرمى هولندا. بعد سنوات ضربة جزاء ممكن تمكن مصر من ربع دافع. صلاح يمشي للبنالتي. صلاح ليفربول غدا كان فيها في نادي الجيش. على الاقل تحسن السكور. حاول تسجل ان شاء الله تسجل. يلزم تسجل. يمشي صلاح. يمشي صلاح وجول. الهدف التاريخي. الهدف التاريخي بعد سنوات. بعد سنوات يسجل المنتخب المصري في الورد كاب عن طريق صلاح. قلت لكم في بداية الشوط الثاني أو في نهاية الشوط الأول 35 هدف تفاصيل صلاح. قلت لكم اليوم في كان فياف هدفه رقم 36، لكن الحقيقة ما تصورتوش هدف في جي ونتيجة 3-0 لروسيا. جاء 3-1. يلا الأولاد، يلا الأولاد، كرة دوارة، يلا كرة غدارة. 3-1. برشا كرة، برشا لعبة. 20 دقيقة. إذا ما تعدلش على الأقل تزيد تحسن في السكور. تمشي لـ 3-2 يا صلاح.